نتابع الحلقة الثامنة، الجزء الثاني من الحلقة الثامنة، أسئلة هامة في البيوع الفصل الأول، خطوات البيع، أسئلة حول خطوات البيع. خدنا ثلاث أسئلة، والنهاردة في السؤال الرابع: ما حكم الكتابة والإشهاد في البيوع؟ الكتابة والإشهاد مستحبين وليس واجبين. طب إيه دليل على الاستحباب؟ قال الله تعالى: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. يبقى جعل الكتابة في الكبيرة والصغيرة. طب الكتابة الحاضرة فليس عليكم أنت جناح ألا تكتبوها. طيب يبقى الآية فيها حاجتين: لا تسأموا أن تكتبوا، وجزء تاني في الآية: إلا أن تكون تجارة حاضرة. وقال وعن عبد المجيد بن وهب قال: قال لي العداء بن خالد بن هوزة: ألا أقرئك كتابا كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى. فأخرج كتابا قال: هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوزة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشترى منه عبدا أو أمة، لا داء ولا غائلة ولا خبثة، بيع المسلم المسلم. يبقى رسول كتب والنبي وربنا أمر بالكتابة. طب ما الدليل ان الكتابة دي مش واجبة؟ ان في قرينة صرفتها. ايه اللي صرفها؟ ان الرسول اشترى فرسا ولم يكتب ولا اشهد من اعرابي فجحده الاعرابي. الرسول باع اشترى فرس فراح يستلمه الاعرابي، الاعرابي قال له: لا انت ما اشتريتش مني حاجة. فرسول فجه خزيمة ابن ثابت فشهد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شهادة هذا الرجل بشهادتين. الإشهاد كمان مستحب، قال الله تعالى: أشهدوا إذا تبايعتم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يشهد ولم يكتب، وهنا في شاهد واحد، والشهادة المستحبة اثنين. وبعدين ربنا قال إيه؟ فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. يبقى جعل الكتابة الأصل، واللي مش عارف يكتب يشهد. طب لو في أمن يبقى الشهادة دي مستحب، يبقى برضو الكتابة مستحب. وصلى الله عليه وسلم اشترى من يهود طعاما ورهنه درعه ولم يكتب ولم يشهد. وما زال الصحابة ومن بعدهم يبيعون ويشترون ولا يكتبون ولا يشهدون. وقال أبو سعيد وبي قال أبو سعيد الخدري وأبو أيوب والحسن والشعبي والشافعي ومالك وإسحاق وأصحاب الرأي، وابن عربي بيقول ده قول الكافة من الملكية يعني، وقرطبي. طيب ما الدليل اللي بيقول إن الكتابة واجبة؟ حديث: ثلاثة يدعون فلا يستجاب له. الحديث ده ضعيف، لا يجوز نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم. طب ما الدليل على كراهة الكتابة للقليل؟ لعدم فعل النبي، والمشقة الكبيرة اللي بترتب على ذلك. طيب السؤال اللي بعد كده: ما السمسرة الجائزة؟ السمسرة الجائزة ان انا اتوسط بين بائع ومشتري واحدد السعر بتاعي. وقال بجواز البخاري وابن المنذر وابن سيرين وعطاء وابراهيم والحسن. ومن الصورة التانية للسمسرة الجائزة ان واحد يبيع هذا الثوب بكده وما زاد فهو لك. يبقى انا هنا في توكيلين: توكيل بالبيع وتوكيل بتحديد الثمن. طب السؤال الخامس: ما حكم البيع جزافا، ابيع بالشروة يعني، بدام الحاجة قدامك يجوز انك تبيعها؟ طب ايه الدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمر: رأيت الناس يضربون على عهد رسول الله إذا اشتروا الطعام جزافا أن يبيعوه حتى يبلغه رحلة. فالضرب كان عشان بيبيعه قبل ما يبلغه رحلة، وما كانش في اعتراض على البيع جزافا. طب إمتى السمسرة تكون محرمة؟ أما تكون الوسطة بين البيع والشاري وما حددتش فلوس معينة، فهنا في جهالة، وبعد كده نعمل مشاكل ونخسر بعض ونقول الناس طماعة. طيب او سمسرة الحاضر للبادي، ان الواحد ساكن في حتة يقول والله ده انا ايه، يقول للبادي سيب لي البضاعة دي وانا ابيعها لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم:
لا يبع حاضر لبالي، ما تبقاش سمسار ليه. ممكن تنصحه، ممكن تنصحه، ولكن لا يجوز لك ان انت تبقى السمسار بتاعه، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. تالت صورة، إن انت جبت زبون لواحد، فالزبون ده عمل علاقات ياما، بدأ يشتري، تيجي انت كل معاملة يشتريها تاخد عليها نسبة. ليه؟ ده حرام شرعا، حرام. ده بيع، انت بتاخد نسبة على اللي انت عملته، وده بتاخد فلوس على شيء لم تفعله. ما حكم تسعير السلطان والدولة للناس؟ ان الدولة تعمل تسعيرة للناس. لا يجوز تدخل الدولة في الأسعار إلا للضرورة، فإذا تعدى أصحاب السلع والناس اتضررت تعديا فاحشا بنخش للضرورة فقط. إيه الدليل؟ قال حديث أنس بن مالك، قال السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله لو سعرت، فقال إن الله عز وجل هو الخالق القابض الباسط الرازق المسعر، إني أرجو أن ألقى الله عز وجل، لا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال. واستدلوا بفعل عمر بن الخطاب حين مر بحاطب في السوق فقال له إما أن ترفع السعر وإما أن تدخل بيتك فتبيع كيف شئت. طب ليه عمر اتدخل؟ لأن في ضرورة، حاطب نائب التحق انكسب، فبدأ ينزل السعر، فالتجار كلهم بقوا متضررين، فاضطر إن عمر بن الخطاب إنه يتدخل للضرورة، وده مزاج جمهور العلماء. طيب ما الفرق بين الثمن والقيمة؟ الثمن هو ما يساويه الشيء عند أهل الخبرة، دي القيمة. أما الثمن هو ما يتراضى عليه الطرفين. ممكن الحاجة دي قيمتها 1000 جنيه وأنا اترضيت على 500، ممكن الحاجة قيمتها 1000 جنيه وأنا اترضيت على 10,000. يبقى في القيمة وفي الثمن. ما فضل العمل وترك البطالة؟ عن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. وعن الزبير بن العوام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ أحدكم أحبله فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. فده أدلة على استحباب العمل وترك البطالة. ما الدليل على الترغيب في الورع وترك الشبهات؟ حديث الحلال بين والحرام بين وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمة، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. طب ما ذكر دخول السوق؟ عن عمر بن الخطاب أن رسول الله قال من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000,000 حسنة ومحى عنه 1000,000 سيئة ورفع له 1000,000 درجة. فيما أعلم الحديث ده حسن، أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه. ما أنواع المال الحرام وكيف نتصرف فيه؟ المال الحرام نوعين، حرام لذاته وحرام لغيره. المال الحرام لذاته هو اللي جاي من حاجة زي تجارة المخدرات أو العمل في بنك ربوي في قسم الودائع والائتمان والإقراض بفائدة. طب الوارث أو صاحب المال التائب يعمل فيه إيه؟ الاحتمال الأول إن يكون الوارث ده عنده مال، ساعتها يجب إن هو يتصدق به كاملا وما يلمسهوش، لأن ده مال حرام ليس ماله. الاحتمال الثاني إن يكون فقير فيأخذ ما يكفيه كفقير قدر حاجته الضرورية ويتصدق بالباقي على في مصالح المسلمين. طب الدليل إنه يجب أن يتصدق بالمال ولا ينتفع به؟ إن الرسول صلى الله عليه وسلم أبطل العقد فقال لبلال رده، لو عقد الربا. ما صور المال الحرام لغيره وماذا يفعل صاحبه وما الدليل؟ الحرام لغيره، واحد
بيعين المال المحرم لزيته، زي موظف بنك بيعمل في قسم الحساب الجاري او تغيير العملة كده، بيساعد البنك كله. واحد بيبيع ولاعة لواحد عارف انه بياخدها يشرب سجاير بيها، يبقى ده حرام لغيره. طب صاحب المال التائب او الوارث يجوز الانتفاع به مع الاستغفار للميت، او ان صاحب المال ينتفع بالمال ويستغفر ويتوب الى الله تعالى ويتصدق ليكفر عن ذنب الإعانة على الحرام. طب ما الدليل ان المال ده حلال؟ المال ده حلال وهو حرام لغيره، ان الرسول اقر بيع المصراه فقال: من اشترى شاة مصراه فهو بالخيار 3 ايام، فان ردها رد معها صاعا من طعام لا صمراء. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم صح بيع المصراه، وصح بيع طلاق الجلب، ان لو دخل السوق يبقى له الاختيار يرجع البضاعه وما رجعهاش. فدي كلها بيوع محرمه، ولكن الرسول صحح العقد، يبقى العقد صحيح مع الاسم، وللمتضرر ان يرد البيع. نبدا ان شاء الله من المره الجايه الحلقه 10. جوز غواص استغفر الله.